هرست في تعلم النشط الآن لدينا تمرين هو تمرين تحليل محتويات مقرر دراسي. يتم تحليل محتويات مقرر دراسي إلى وحدات، ثم بعد ذلك إلى دروس، ثم كل درس إلى أنشطة تعلم، ثم كل أنشطة تعلم مدخلات. ثم تلاحظ الآن الزملاء في ورشة عمل، كل المجموعات الآن تعمل، كل المجموعات الآن تتعلم، ونقاشات وحوارات على مستوى المجموعات. ثم تلاحظون الآن نقاشات بين المجموعات. تم عملية الآن تحليل مقررات، تصميم مقررات. ما شاء الله نقاشات حوارات و تفاعل كبير جدا من المجموعات مع ما يتم تعلمه. كافة المجموعات ما شاء الله الآن متفاعلة، كافة المجموعات الآن تعمل، كذلك هناك الأخوات أيضا في عملية تطبيق وتمرين، ما شاء الله هنا الزملاء الآن في التمرين.